مين كان اقرب واحد ليك من لعيبه الاهلي؟ طبعا بحكم وجودنا في المنتخب كان اقرب واحد ليا الكابتن محمود الخطيب. ان احنا انت عارف في المنتخب بيناوموا ايه المهاجمين مع بعض ووسط خط الوسط مع بعض وخط الدفاع مع بعض والحراس طبعا دولت ليهم وضع خاص مع بعض، كنا بنتكلم بقى على المباريات والاهداف وازاي سجلنا الاهداف دي، فكان يعني انا كنت محظوظ بصراحه. ايه المواقف الحلوه اللي كانت بتجمعكم في جيلكم مع بعض النجوم الكبار، وخاصه كمان وحضرتك بتقول لي قاعد على طول مع الكابتن محمود الخطيب في الاوضه؟ ما احنا كنا بنتمرن مع بعض خد بالك ولعبنا مباريات مع بعض خد بالك، بس في ماتش اللي هو فرق كان مصر وتونس فياما طبعا انا جابوا 3 مدربين طبعا وده شيء غير طبيعي جابوا مدرب المنتخب وجابوا مدرب الاهلي كان مستر ديكوتي وكان نادي الزمالك الكابتن زكي عثمان الله يرحمه واخدوا مين يلعب ومين ما يلعبش فطبعا انا والكابتن عادل البابلي كنا في المنتخب احنا كنا انا كنت بلعب ناحيه اليسار كابتن عادل البابلي كان ناحيه احنا اقوى 2 وكنا اسرع 2 وكنا بنعمل الواجب الدفاعي يعني 10 على 10 نخسر الكوره احنا 2 راجعين ماسكين اللعيبه اللي هي اللي هو خسرنا فيه 4 ده كابتن احمد عبد الباقي جاب جون وطلعت النتيجه 4-1 وما رحناش كاس العالم فطبعا السبب اللي احنا خسرنا المباراه حته علي خليل يلعب لا ما يلعبش لا الخطيب يلعب لا يعني اختاروا بطريقه كانت صعبه شويه ودي اللي يعني خسرتنا المباراه.